أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: شباب يفطرون مع بعضهم يوم الخميس والاثنين ليعودوا أنفسهم الصيام وهم غير مجبورين عليه، فهل فعلهم هذا بإفطارهم جميعا عند فلان أو عند الآخر هل هو بدعة؟ إفطار من الصيام ولا إفطار الصباح ولا الصيام؟ لا، تعود هذا ما واتخاذ السنة ما يجوز. الشباب يأتون بأشياء، غريبة واجتهادات غريبة، ما يجوز اعتياد هذا واعتبار السنة. ما نشرع شيء إلا ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. إذا كانوا يجتمعون على أنه من باب الألفة والأنس فيما بينهم لا بأس، أما إذا كانوا يجتمعون باعتبار أنه سنة هذا بدعة.